تعال نروح بقى للأخبار العالمية والعربية. الحقيقة خبر بالنسبة لي مهم، بس ما بقاش غريب بالنسبة للدوري السعودي، لكن بالنسبة لنجمنا محمد صلاح احنا عرفنا معلومة مهمة جدا. اتحاد جدة يؤجل صفقة انتقال محمد صلاح لموسم 2025 عشان يبقى فري. يعني كشفت التقارير الصحفية ان إدارة نادي اتحاد جدة استقرت على تأجيل حسم صفقة انتقال المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي طبعا إلى صيف 25 المقبل. كانت التقارير قد أشارت إلى أن اتحاد جدة كان عايز يخطط أو بيخطط الصيف الحالي للتعاقد مع محمد صلاح دلوقتي بقيمة 175 مليون يورو. طبعا صحيفة تيم توك قالت أن الدوري أو الصحيفة الإنجليزية دي قالت أن إدارة نادي اتحاد جدة تستهدف التعاقد مع محمد صلاح في صيف 25، حيث ده هيبقى بالنسبه للاعب او بالنسبه لاتحاد جده هيبقى اللاعب بقى فري خلاص، انتهى عقده مع الريدز، فبالتالي يقدروا ياخدوه بشكل ماليا اقل. يعني اعتقد كل سنه هيبقى الكلام عن محمد صلاح واتحاد جده كتير، وهيبقى هيظهر انديه سعوديه تانية، لان الدوري السعودي دلوقتي بيستهدف نجوم العالم. فما بالك بقى لما بنجم مصري وعربي وهم كمان عارفين كل التاريخ بتاعه سواء في الدوري المصري او بعد ما احترف، فهو بالنسبه لهم طبعا صفقه مهمه جدا. لكن محمد صلاح باقي في ليفربول الموسم ده مع مدرب جديد، الله اعلم بقى المواسم اللي جايه لمحمد صلاح. هو فاضل السنه دي بس في عقده، ممكن في وسط السنه تلاقي محمد صلاح جدد اصلا في ليفربول، ممكن تلاقيه في حته تانية في اوروبا، وممكن ووارد جدا انه يكون في الدوري السعودي، خصوصا ان المدرب الهولندي الجديد متمسك جدا بمحمد صلاح وحطه من ضمن الاولويات وهيبني عليه اكيد. محمد صلاح هو نجم ليفربول الاول بلا شك يعني، فبالتالي محمد صلاح مكمل السنة دي، والله أعلم بقى في وسط الموسم ممكن تلاقي جدد عقده، ممكن في يناير تلاقي جدد عقده، هنشوف مع بعض. خبر تاني أيضا وخاص بالدوري السعودي أيضا، قائد ريال مدريد إلى الدوري السعودي رسميا. أعلنت القادسية، نادي القادسية السعودي اليوم، النادي ده لسه صاعد خلي بالكم، لسه صاعد من الدوري للدوري الممتاز، من الممتاز به للممتاز، تعاقب بقى مع نجم أسبانيا والنجم الأسباني طبعا ناتشو فرنانديز. قائد ريال مدريد السابق وعبر حساب الرسمي على منصة إكس قدم القادسية ناتشو بفيديو حماسي استعرض فيه طبعا أبرز لمحات صاحب ال 34 سنة، كمان 34 سنة ده سن مش كبير، بقميص النادي الملكي منذ تصعيده للفريق الأول في 2012، واستعان القادسية بلقطات تظهر بسلاسة المدافع الأسباني وروحه القتالية العالية، فضلا عن المساهمات التهديفية حيث سجل 16 هدف. يذكر أن القادسية عقد عدة صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها الجناح الأراجواني نانديز والمهاجم المكسيكي جوليان كينو، بالإضافة للحارس البلجيكي كاستينس، واللي هيبقوا متواجدين هو دول متواجدين حاليا مع منتخبات بلادهم في كوبا أمريكا وفي اليورو، يعني لعيبة كلهم دوليين كمان. يعني هو نادي لسه طالع الدوري الممتاز نادي القادسية، كل لعيبته دوليين وجايب قائد ريال مدريد. طبعا صفقات السعودية كلها يا جماعة مش صفقات عادية، صفقات عايزة تعمل ضجة في العالم. كابتن فريق ريال مدريد يروح نادي لسه خارج من الدرجة الثانية للدوري الممتاز، حاجة يعني هتثير جدل، وممكن تلاقي النادي ده بينافس على البطولة لأنه جايب صفقات مهمة، صفقات كلها دولية من اليورو ومن كوبا أمريكا، كلها صفقات بتلعب في منتخباتها. يعني حاجة جميلة بصراحة، يعني الدوري السعودي يتقارب بالدوريات الأوروبية الحقيقة.